امبارح كان في مباراتين مهمين جدا ببطوله امم اوروبا يورو 2024. الاولى جمعت ما بين منتخبين المانيا وسويسرا وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وجمعت المباراه الثانيه بين اسكتلندا والمجر وانتهت بفوز المجر 1-0. كمان كان في مباراتين ما بين امريكا وبوليفيا واللي انتهت 2-0، والمباراه الثانيه جمعت ما بين اوروغواي وبنما وانتهت 3-1. تفاصيل اكتر عن المباريات دي معنا عبر زوم الناقد والمحلل الرياضي عمرو الراوي. اهلا بك، صباح الخير في مصر. صباح الخير، اهلا بك يا استاذه دينا. اهلا بحضرتك. في البدايه كلمنا عن مباراه المانيا وسويسرا وازاي المانيا قدرت انها تتعادل يمكن في الدقيقه 92 وانها بقت في صداره المجموعه وهربت من الهزيمه. طبعا البطوله زي ما احنا كلنا متابعين فيها لعب كوره جميل جدا، وبطوله شيقه ومثيره من ناحيه الاداء الكروي، ولأن الناس محبي كرة القدم هيستمتعوا ببطولة فيها لعب كرة كويس جدا. ألمانيا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة طبعا بما أنها صاحبة الأرض، وعملت أداء جامد جدا وقوي جدا أمام اسكتلندا بنتيجة 5-1، وده طبعا خلاها في صدارة المجموعة بعد الفوز في أول مباراتين، ولكن التعادل في آخر دقيقة مع سويسرا، وشفنا إزاي فريق زي سويسرا عامل نتيجة وعمل نتائج كويسة جدا أمام ألمانيا. لكن الفريق اللي أنا عايز ألفت الانتباه ليه ومن الفرقتين الجامدين جدا في البطولة دي، الفريق الأسباني والفريق البرتغالي. فريق أسبانيا وفريق البرتغال عاملين، والبرتغال بالذات يعني البرتغال عاملين ماتشات عالية جدا. في فرق كان موجود ما بين البرتغال في الماتش الاولاني والفرق في الماتش الثاني، وده بسبب طريقه تغيير الاستراتيجي والتشكيل بتاع الفرقه في فرقه البرتغال. لكن طبعا المانيا تزال من المرشحين الاقوياء لهذه الفوز بهذه البطوله. طيب عمرو، عايزه اسالك على حاجه مهمه جدا. هل شايف ان مباراه المانيا مع سويسرا كان فعلا اختبار حقيقي مع منتخب قوي؟ وهل فعلا اداء منتخب المانيا في دور المجموعات ده بيرشحها بصوره كبيره للفوز بالبطوله؟ خصوصا انت بتقول كمان ان بالنسبه لك ان البرتغال وكمان اسبانيا من المنتخبات القويه جدا. انا اعتقد ان المانيا بعد اول ماتشين حسوا بثقه زياده في البطوله، وفاجئهم اداء سويسرا. لكن يزال فرقه المانيا من الفرق، يعني هم مش هتخرج البطوله اعتقد، يعني بتوقعاتي بره الثلاث فرق دول، المانيا اسبانيا والبرتغال. طبعا في فرق تانية قويه جدا، يعني فرقه ايطاليا عملت ماتش كويس جدا قدام اسبانيا، ولكن اسبانيا قدرت تستغل من قلائل الفرص اللي كانت في الماتش والفوز بالمباراه. في فرق تانية زي طبعا اللي دايما يعني ما بيكونش ادائهم احسن حاجه، فرقه انجلترا. فرقه فيها لعيبه قويه جدا، لكن ادائهم ضعيف جدا حتى هذه اللحظه. المانيا من الفرق المتكامله وبيلعبوا بالتكتيك بالضغط العالي في الماتشات، فده بيخليهم يقدروا يحطوا اي فريق تحت ضغط ويولد اخطاء بالنسبه للفرقه اللي بيلعبوا قصادها. طيب خلينا نروح لمباراة اسكتلندا والمجر، والمجر اللي حققت يمكن الفوز في الدقيقة 10 من وقت بدل الضائع، فطبعا دي يعني كان وقت قاتل جدا، لكن هل ده بيديها فرصة للصعود للدور تاني؟ وخصوصا اسكتلندا دلوقتي أو المجر، اسكتلندا خرجت، المجر في انتظار باقي المباريات. طبعا اعتقد ان اول حاجه طبعا المباراه امبارح كانت من اكثر المباريات المثيره في كره القدم، وشفنا ازاي المجر في اخر ثانيه في الدقيقه 9 من الوقت الضايع قدروا يحرزوا الهدف الاخير. بس طبعا ما ننساش ان انا في اعتقادي اسكتلندا كان ليها ضربه جزاء واضحه جدا قبل ما المجر تحرز الهدف بتاعها. المجر عندها 3 نقط، بس لو جينا بصينا على الجروب اي هتلاقي جروب اي اللي فيه رومانيا وبلجيكا وسلوفيكيا واوكرانيا، كل فرقه من الفرق فيها 3 نقط. جروب دي برضو فيها 3 نقط، فبس جروب دي الفرقه فيها هولندا وفرنسا وبولندا، فمجموعه جامده جدا. ده هيتطلع يعني هنشوف بقى المجر هتتاهل ولا لا بناء على نتائج الماتشات المتبقيه في المجموعه بتاعتها، وهيعملوا ايه في الماتش الاخير بتاعها.
تمام. قدام يعني هيبقى عندهم ماتش جامد يعني في اخر مع مين؟ المجموعه، مع يعني اخر ماتش كان مع اسكتلندا، والماتش اللي والماتش جاي. الاخير ولعبوا المانيا وخسروا. هيبقى الماتش الاخير بتاعهم، هقول لحضرتك حالا. طيب خلينا عموما كده ننتقل. اتفضل. هيبقى مع مع سويسرا، سويسرا، هيبقى ماتش مع سويسرا. وطبعا هي فرقة قوية جدا. خلينا نروح بقى لكوب أمريكا، والناس برضو بتتابعها بشكل كبير جدا، وخصوصا هو فوز المنتخب الولايات المتحدة على بوليفيا 2-0. هل المنتخب الأمريكي هو المرشح فعلا بالفوز بالبطولة، خصوصا أنها كمان بتتلعب على أرضها، ولكن في ناس تانية بتقول لا، ده الأرجنتين هي اللي ممكن تحصد البطولة؟ طبعا انا اعتقد ان امريكا من المرشحين للبطوله، بعد ما حضرتك اتكلمت على الاداء القوي بتاعهم وان هم بيلعبوا على ارضهم، وشفنا كمان اللي بياكد كلام حضرتك يا استاذه دينا، ان لو اتفرجنا على الماتش بتاع كندا والارجنتين هنلاقي ازاي كندا يعني فرقه ما هياش يعني بقوه، يعني فرق بينها وما بين الارجنتين فرق جامد، قدروا يتعبوا جدا فرقه الارجنتين. شفنا ازاي ان بالعافيه، يعني مش هقول بالعافيه لان الارجنتين ضيعت برضو فرص كتيره جدا، صحيح، لكن الكندا كفرقه ما كانش حد متوقع جدا ان هي تقدر تعمل كده قدام الارجنتين. فانا متفق مع حضرتك ان امريكا عندها فرص كبيره جدا، ولو الارجنتين ما ابتدتش تسخن في البطوله، لان الارجنتين من الفرق اللي هي بتبتدي ضعيفه، وعندنا طبعا التاريخ من اخر صحيح، كاس عالم وقبل كده في بطولات كتير بيبتدوا وبتبدأ بعد كده بمستوى ان هي قليل. صحيح تضغط بشكل كبير. بالظبط كده، طيب نروح لمباراة بالظبط اوروجواي كده. اللي فازت على بنما 3-1 في مباراة شبه استعراضية، يعني كان شايف ازاي فرص الاوروجواي في البطولة دي؟ طبعا اوروجواي من الفرق الثقيله جدا، وعملوا ماتش عالي جدا، وان هم قدروا يكسبوا بهذه النتيجه ده يبين برضو ان هم فرقه، انا اعتقد ان هم من الفرق اللي هتوصل للادوار قبل النهائيه يعني. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا عمرو الراوي الناقد والمحلل الرياضي على المتابعة معانا وتحليلك لبعض المباريات الخاصة بيورو 2024 وكوبا أمريكا. بشكرك شكرا جزيلا، وشكرا ليك في وجودك معانا في صباح الخير يا مصر.